ايوه يا فندم، اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لكم جميعا. شكرا. في احد البرامج الاخباريه في التلفزيون المصري بينقل عن تلفزيون بغداد عرض ازياء، عرض ازياء حريمي، وانت عارف عرض الازياء الحريمي بيكون ايه الملابس بتاعتهم. ففي من ضمن فستان من الفساتين مكتوب عليه الله اكبر، هل يجوز؟ طيب حاضر، شكرا يا استاذ احمد. طيب، هي طالعه موضه الكتابات على العبايات والحاجات دي، فهل يجوز؟ واحيانا على السلاسل، واحيانا في ناس بتلبس قل اعوذ برب الفلق، يعني هل يجوز ولا لا يجوز؟ الحقيقه الدلايات اللي فيها ما شاء الله والفاظ الجلاله اللي بتعلق في الرقبه كنوع من التفاؤل مش التشاؤم. اصل في حاجه اسمها تشاؤم وتفاؤل. فالواحد لما يتفائل بلفظ الجلاله ويتفائل بكلمه فيها تسبيحه وخلافه ده جائز، انما انه يلبسها على ملابسه غير جائز. معقوله؟ مار، لان دي اسمها زينه. الذهب الخاتم اللي مكتوب عليه محمد رسول الله، النبي كان عنده خاتم كده، الخاتم اللي عليه اللفظ الجلاله او السلسله اللي في رقبه الست اللي عليها لفظ الجلاله دي اسمها زينه. طب ما الفستان زينه. لا، ما هو الزينه ليه؟ لانه ساتر للعوره، يعني مهان، يعني مستعمل، وكل ما هو مهان ومستعمل لا احترام له، ولا يجوز ان اكتب اسم لفظ الجلاله على ما ليس محترم وعلى ما ليس مستعمل. هو الساتر ده مش محترم؟ لا، في الشريعه كل ما هو اداه، كل ما هو اله. كلمه محترم يعني ايه؟ انا احيانا بتكلم كازهري وبنسى. ايوه، ان احنا حضرتك. ان انا مواطن عادي زي حضراتكم. احنا اللي كلمة محترم عندنا في الاصطلاح الفقهي معناها مكانته أعلى، مش معناها قلة الأدب والأدب. كلمة محترم مش لما أقول إنه ورقة جورنان ما دس عليها عشان لفظ الجلالة اللي فيها برجلي، يعني فبقول لأن الورقة دي عليها لفظ جلالة فورقة محترمة. إنما لو ورقة بيضة ما عليهاش لفظ الجلالة أقل منها في الدرجة، فبقول عليها ورقة غير محترمة. وفي ورقة محترمة. ده يعني على حسب اصطلاح مكانة، مش اصطلاح أدبي. طيب، فحضرتك بتقول إنه اللبس مستعمل، بغسله يعني لا يجوز غسالة. وضع لفظ الجلالة على الهدوم لا أو العبايات، لا يجوز أو وضع لفظ الجلالة على أي ملابس. هذا مخالف للدين ومخالف للفقه ومخالف لأدب استخدام لفظ الجلالة، ولا يجوز. وربنا سبحانه وتعالى. كويس ان حضرتك لفت نظر الناس للقصه دي، لانه طالع دلوقتي الكتابه العربيه والكوفي على، بس ممكن يكونوا بيكتبوا حاجات، بس يعني لو حروف مفككه ما عندناش مشكله، لان الحرف لا ياخذ مكانته الا من احترامه. لا يعني احنا ازدالات الصلاه بنلبس عليها. ها قولي. انت خليتيني اوصل لحته كنت عاوز اقولها. قولي. حلوه طيب. قوي. الحرف لوحده مش محترم، مش محترم صح. بالمعنى يعني ملوش مكانه عاليه. ايوه تمام، فهمت. بياخد مكانته العاليه من ايه؟ لما يكون كلمه، لما يدخل كلمه محترم. فالمثل لفظ الجلاله الله، لو انت قلت الهي لوحديها هي الهي ملوش، لو انت واحد كاتب حرف الهي حرف الهي ما فيهاش اي مشكله. انما لو دخلت في لفظ الجلاله. طب يعني عشان بس اركز، لانه ازدالات الصلاه والحاجات دي ما يكتبوش عليها ايات قرانيه ولا يكتبوها. لا يجوز كتابة أي ألفاظ قرآنية. بيكتبوا حروف كده، حروف. الحروف ماشي. ماشي. الحروف. إنما قل أعوذ برب الفلق. لا 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 لا. لا هذه مهانة. يعني يمكن ينفع أقعد على مصحف. طب اسمعي، لو في مصحف. عندي مصحف وعندي دليل التليفونات. لو عاوز أقعد حاجة علي بيها كرسي. صح. هقعد على دليل التليفونات. طب ينفع أقعد على المصحف؟ تمام. طب دي مصحف، أنتوا بتتكلموا على القرآن. لو بلاش، هقول لك على حاجة. في كم نوع سجاد موجود في العالم؟ في شركات السجاد كتير، الاف، مئات الالاف. هل مهما كانت قيمتهم ومهما كان سعرهم صحيح محترمين زي سجاده الصلاه؟ لا طبعا. ركزت معايا؟ لا يعني نقدر ندوس على السجاده العاديه بالحذاء؟ اقدر اشيل؟ ايوه. لو انا دوست على سجاده عندك شنوا سجاده بمئات الالوف، تمام، دوست عليها بالحذاء
حد هيكلمني؟ لا. انما لو جيت على سجاده الصلاه اللي انت بتصلي عليها ودوست عليها بالحذاء طبعا لانها طيبة. محترمه صحيح. طب من السجاده الثانيه غاليه؟ لا احنا نقصد بالاحترام. أيوة ارتفاع أيوة. المكان ارتفاع المنزله. السبحه اللي في ايدي دي حضرتك لو هي عقد واحده ست حاطاها في رقبتها. في ناس بتلبس سبح بالمناسبه حلال ولا حرام؟ زينه اهي الزينه اتزين انما اهنها لا. طب ما انا بلبسها اهو. ما انا لا الزينه ما هياش لبس. هل يطلق على الزينه؟ في ناس بتلبس السبح في رقبتهم. بص حضرتك ربنا لما قال يدنين عليهن من جلابيبهن عارفه الجلابيب اللي هي ايه؟ لبس طيب. ولا زينه؟ لا جلابيب الجلاليب اللبس ربنا بيقول بقى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه. الله يبقى في حاجه اسمها جلاليب أيوة. وفي حاجه اسمها زينه. ايوه دي الفرق بينهم ايه؟ الزينه صح. ما يتحلى به المرء وهو امر يضيف الى المرء جمالا ورونقا زي مساحيق الغسيل. لا حلو يعني حاجة بتعرفنا فروقات يمكن ما حدش يجي في باله ابدا. الله يعفو عنك يا رب.